الأخبار الرياضية لدى رجائي رمزي. تفضل رجائي. شكرا إيمان، شكرا نهى. مشاهدين أخبار الكرة والملاعب نتابع وإياكم في هذه الوقفة الرياضية. فاز المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين على النظير الإسباني بنتيجة 23-22 في أولى مباريات منافسات بطولة البحر المتوسط التي تستضيفها تونس من 23 حتى 30 من أبريل الجاري. في المباراة الثانية خسر منتخبنا الوطني للناشئين من منتخب كرواتيا بنتيجة 28-21 لصالح المنتخب الكرواتي. تشهد البطولة وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات فرنسا، إسبانيا، اليونان، رومانيا وكرواتيا. تستضيف مصر بطولة أفريقيا لكرة السلة العام الثاني على التوالي تحت رعاية الاتحاد الوطني الأمريكي خلال الفترة من 26 من أبريل الجاري حتى 5 مايو المقبل على مجمع صلاة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، ذلك بمشاركة 12 فريقا أفريقيا على مجموعتين هما النيل والصحراء. يمثل مصر في النادي الأهلي ضمن مجموعة النيل، حيث تضم كل مجموعة 6 فرق، تصعد منها 4 فرق إلى دور الثمانية، فيما تقام البطولة من بداية الدور ربع النهائي في كيغالي برواندا. ضمن مباريات الدوري الممتاز المصري لكرة القدم، يستكمل المصري البورسعيد استعداداته لمواجهة البنك الأهلي في المباراة التي تجمع ما بين الفريقين في 6 مساء الثلاثاء على استاد الجيش ببرج العرب. كما اختتم فريق نادي فيوتشر استعداداته لمواجهة نظيره الداخلية في المباراة التي تجمع ما بين الفريقين عند تمام الساعة 8:30 مساء غد ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم التي يستضيفها استاد السلام. ضمن منافسات الجولة 31 من مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم، يواجه فريق أتلانتا نظيره روما على ملعب جويس، وتشير نتائج المباراة حتى الآن إلى تقدم فريق أتلانتا بهدف نظيف. يطمح الفريق الذي يمتلك 49 نقطة فقط في المركز السابع الفوز على نظيره روما الذي يمتلك 56 نقطة يحتل بهم المركز الرابع. وإلى العاصمة البريطانية التي شهدت فعاليات ماراثون لندن بمشاركة مئات العدائين والمتفرجين ونشطاء المناخ. تمكن العداء الكيني كالفين كيبي توم من تحطيم الرقم القياسي ضمن سباق الرجال، فيما فازت الهولندية سيفان حسن بالماراثون ضمن منافسات السيدات. بمشاركة مئات العدائين والمتفرجين ونشطاء المناخ في شوارع العاصمة البريطانية أقيمت فعاليات ماراثون لندن، وفاز العداء الكيني كالفين كيبتوم في سباق الرجال بعدما حطم الرقم القياسي للماراثون بزمن بلغ 2:01:25 بفارق نحو 3 دقائق أمام جيفري كامورور صاحب المركز الثاني في سباق مليء بالأحداث المثيرة والأمطار. وفي منافسات السيدات فازت الهولندية سيفان حسن بالماراثون في ظهورها الأول بالسباق، حيث أنهت السباق في 2:18:34 بعد انطلاقة سريعة في آخر السباق مكنتها من التفوق بفارق 3 ثواني على الإثيوبية أليمو ميجيرتو التي حلت ثانية. وظهر على سيفان حسن الإعياء حيث عانت من آلام في أعلى الفخذ بعد مرور أقل من ساعة على بداية السباق، وتوقفت وقامت بتمارين الإطالة لكنها تمكنت من اللحاق بمجموعة الصدارة قبل أكثر من 6 كيلومترات بقليل على نهاية السباق. وتأتي إقامة الماراثون رغم الشكوك التي أثيرت حول عدم إقامته بعدما استهدف نشطاء فعاليتين رياضيتين كبيرتين في بريطانيا الأسبوع الماضي، بينما شوهد بعض نشطاء المناخ يحتجون على هامش الماراثون في ويستمينستر. هي الوقفة الرياضية مشاهدين، عودة مجددا إلى نهى وإيمان، فإليكم. شكرا جزيلا لك رجائي.